كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته البلاد هذا اليوم، مختتما زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين مباحثات مع جلالة الملك المفدى تناولت العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وسفيرا البلدين وعدد من كبار المودعين.